حلقة جديدة من منمنمات، فأهلا بكم. نتعرف خلالها على أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي، نتحاور مع الفاعلين في فضاء الإبداع ولا سيما الفنون المستقلة، من الفن التشكيلي والمسرح وعالم السينما والأدب، ونختتم دائما بالموسيقى. وفي حلقة هذا الأسبوع، محسن الوكيلي يطرح أسئلة الإنسان الكبرى وصراعه مع الموت في أسير البرتغاليين. الحروب ملهمت العراقي ناطق عويز في ألبوم منبراني. وعوالم خفية، شيرين حجازي تحارب الصور النمطية للرقص الشرقي. متحف الفلسطيني خليل رباح المتنقل يستقر في الشارقة. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم. والبداية من الإمارات، حيث تستضيف مؤسسة الشارقة للفنون معرضاً تحت عنوان ما بين بين للفنان الفلسطيني خليل رباح. ما بين بين يضم أعمالاً فنية أنجزها خليل عام 1995، وما زال يضيف إليه قطعاً حتى يومنا هذا، وهو معرض متنقل شارك في معارض خارجية في لندن، ومن المقرر أن يستقر في الشارقة حتى يوليو المقبل. المعرض يعبر عن رؤية خليل لفكرة اللجوء والتغريبة الفلسطينية، وكذلك التهكم على خلو فلسطين من أي متحف يروي تاريخها رغم ثرائه وتنوع معطياته. خليل رباح من مواليد 1961، يشغل حالياً منصب المدير الفني لبنالي رواق في رام الله، وشارك في تأسيس مؤسسة المعمل للفن المعاصر في القدس ومنتدى الفنون المعاصرة أرت سكول فلسطين في لندن. ضمت قائمة جائزة البوكر الطويلة لهذا العام رواية مغربية وحيدة بعنوان أسير البرتغاليين حكاية الناجي للكاتب محسن الوكيلي، التي يعود فيها الكاتب إلى القرن السادس عشر، فترة الاحتلال البرتغالي. الوكيلي صدر له أعمال في القصة والمسرح والرواية، حصد بعضها جوائز منها الشارقة للإبداع عن رواية رياح آب، وجائزة غسان كنفاني للسرد عن مجموعة تيه. الوكيلي تحدث لمنمنمات عن أسير البرتغاليين وكيف قارب الحاضر من خلال الماضي، فماذا قال؟ بدءا أقدم جزيل شكري لقناة الغد على الاستضافة الكريمة، ومن خلالها إلى عموم جمهور قرائنا في العالم العربي، إلى كل الشغوفين بالأدب ورواية خصوصا. فيما يخص موضوع رواية أسير البرتغاليين، يمكنني أن أقول أنه من الصعب أن أقدم تلخيصا عن عمل يحتمل قراءات متعددة، لكن على العموم تبقى رواية أسير البرتغاليين عمل سردي حاولت من خلاله أن أتتبع حياة الإنسان البسيط المغربي الذي عاش في أواسط القرن السادس عشر، وهي الفترة التي تزامنت مع حكم السعديين للمغرب، واتسمت كذلك بسلسلة من المتغيرات التي عرفها كل من عالمنا العربي والإسلامي وكذا العالم أجمع. إذن تبقى أهم الشخصيات هي شخصية حماد الناجي الذي سيسقط أسيرا لدى البرتغاليين. من خلال هذه الشخصية ستتطور الرواية، سيما من خلال لعبة سردية شائقة يدخل فيها الناجي مع سجانه في لعبة هي أشبه بلعبة شهرزاد مع شهريار، حيث يقايض السجان الحكايات بأيام أسيره وهو الناجي في ظرفية عرفت كذلك أوبئة طاعونا ومجاعات تختبر رواية شعور الإنسان في مواجهة الموت، وهي في الحقيقة دعوة للتأمل في الحاضر من خلال الماضي. فيحاول النص استثمار رموز من الأسطورة
أو حتى شخصيات دينية من خلال إيحاءات بعينها. هنا أستدعي شخصية إبراهيم الخليل كإحالة فقط لا غير. فإبراهيم الخليل الذي حاول أن يضحي بابنه قربانا وتقربا من الله، يأتي هنا إبراهيم في أسير البرتغاليين الذي ضحى بأبنائه انتقاما من ساكنة فاس، من أحبابه الذين خانوه، وربما تعبيرا كذلك عن حبه وإخلاصه لزوجته التي ماتت كمدا وحزنا مما جرى لأبنائها. دون شك تبقى الجوائز إحدى المحددات التي تواجه بوصلة القارئ ليستطيع أن يختار بين العمل الجيد وما دونه، ودليل ذلك أن كل الأعمال التي تصل إلى القوائم الطويلة والقصيرة أو المتوجة بجائزة البوكر تحظى بمتابعة كبيرة. لكن دعوني أقول إن زخم الإنتاج وإن كثرة الأعمال الصادرة تساهم في إبراز نوعية، فارتباط الكم بالنوع يظل قائما. كثرة الأعمال تفرز لنا أعمال نوعية، ومن هنا أنظر شخصيا إلى كثرة الأعمال الروائية وتعدد الإصدارات نظرة إيجابية. وفي فلسطين أصدرت دار طباق للنشر كتاب بيت من ألوان إسماعيل وتمام للكاتب محمود شقير. الكتاب يتناول أجزاء من حياة رائد الفن التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموت وزوجته الفنانة تمام الأكحل، وخاصة تلك العلاقة التي ربطت إسماعيل وتمام بفنانين وشعراء ورجال سياسة ونساء بارزات، للتذكير بما قدمه الاثنان عبر فنهما لفلسطين ولشعبها وتوثيق مسيرتهما في الحياة والفن. إلى تونس، حيث فاز فيلم فريدة للمخرج محمد بوحجر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان سينمانا الدولي للفيلم العربي، والذي عقد بسلطنة عمان فبراير الماضي. الفيلم يعالج صراع النساء مع التمييز في العالم العربي خلال قصة معلمة تدعى فريدة، والتي تتعرض لحملة تشويه تصل إلى حد تكفيرها. بوحجر كشف لمنمنمات عن شخصية المعلمة الحقيقية وكيف وظف الأطفال في معالجة القضية، فلنشاهد. قلنا أخيل صاحب الأقدام السريعة خلى السلحفاة تسبقه ب 100 متر قبل ما يبدأ السباق. وهذه جائزة تفرحني برشا، ويفرحني أكثر أنه ثم اهتمام إعلامي، على خاطر تعرفوا أنه الفيلم القصير ما عندوش الحظ الكافي. الفيلم هو انطلق من حادثة صارت في تونس، حادثة فايزة سويسي في صفاقس. فايزة سويسي تم تكفيرها لسبب لا نعلمه، ولا ويبدو أن لن نعلمه. تم تكفيرها وطلبوا الأولياء طردها من المدرسة. الفيلم هذا هو بياخذ الحادثة هذا ويحاول يفسرها. شنو اللي يخلي أولياء عاديين يحبوا مصلحة أطفالهم يرفضوا معلمة عادات حياتها وهي تقري، مش معلمة جديدة أو معلمة في آخر حياتها المهنية، أن فجأة يرفضوها؟ ستي جيو سألوها قال لهم عليك برشا حاجات، وش صحيح ما قلت حد شيء، قلت لها بلي سيدا يضحك فينا بالحقيقة ماهيش موجودة، تحبي ستي كيما المعلم يجي مفتزة. بطولة الممثلة التونسية القديرة صباح بوزويتا وكمال تواتي، وأيضا ممثلين بارعين كما وليد العيادي وثريا بوغاني، إضافة إلى ثلة من الأطفال. فريدة تقري في عندها ثقة في الصغار، عندها ثقة في قدرتهم على الفكر النقدي. شنو تواجه؟ تواجه ردة فعل
من عند الأولياء الأكثر تحجر. والمشكل الفيلم شنو هي يقول؟ يقول أنه أن المؤسسة كيفاش مشات مع الرأي الأكثر تحجر، ما مشاتش، ما دفعتش على فريدة. ساتشي قولي لي، ماكش تخليهم يبدلوني ونقسمك هكا ولا لا؟ هو الأطفال، ما همش مستخدمين، ما همش مفعول بهم. الأطفال في الفيلم هذوما عندهم رأي ويقولوه ويدافعوا عليه ويرفضوا حتى رأي أبائهم. الفيلم القصير في العالم العربي يواجه مشكلة التوزيع، ما فماش مسالك توزيع جيدة، ولكن باش نكونوا إيجابيين، فما مهرجانات قاعدة تتوجد أكثر وأكثر، مهرجانات، مهرجان لدى عمان، مهرجان جديد هو في دورته الثالثة، وأنا نندهش كل مرة قداش الفكر العربي والاهتمام العربي بالفن والثقافة العربية قداش مرتبط. معناها ما يصير في عمان أثار ضجة كبيرة في تونس، ما يصير في تونس يصير ضجة في عمان. تحت عنوان العالم على صورة الإنسان، يشارك لبنان في الدورة 95 من المعرض العالمي للفن المعاصر بنال البندقية، والمقرر انطلاقه في أبريل وحتى نوفمبر من العام الجاري للمرة الثانية في تاريخ المعرض بأعمال الفنانين دانيال عربيد وأيمن بعلبكي. الجناح اللبناني عبارة عن مبنى من تصميم بعلبكي على مساحة 150 مترا مربعا، روحه مستمدة من طراز معماري عرف منذ الستينيات في لبنان، حيث تغطيه ألواح منحنية مطلية بنسيج خرساني يشير إلى مدينة هي دائما في حالة إعادة بناء. أما دانيال فعملها عبارة عن شريط فيديو يقابل المبنى يظهر به سيدة تتجول عبر المدينة في سيارتها. نشرة منمنمات الفنية والثقافية مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. عوالم خفية، شيرين حجازي تحارب الصور النمطية للرقص الشرقي. الحروب ملهمت العراقي ناطق عويز في ألبوم منبراني. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تحت اسم عوالم خفية تكونت فرقة نسائية للرقص الشرقي أسستها المصرية شيرين حجازي التي درست الهندسة، لكن المسرح والرقص هما شغفها الأول. الفرقة عرفت بمقاطع قصيرة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن خلف هذه المقاطع كواليس مختلفة كشفت بعضها لمنمنمات شيرين حجازي التي أوضحت لنا أيضا معنى عوالم خفية. يبقى عرض يعني بيستخدم الرقص الشرقي بالشكل اللي أنا أحب أقدمه، بشكل إليجنت كده ويبقى شيك ويتقدم على مسارح، وناخد شوية الرقص البلدي من الحتة الستيريوتايب اللي احنا متعودين عليها، إنه الرقاصة دايما تطلع مع مطرب في كارافان أو في شادر كبير. نفسي أقدمه في الأوبرا. أنا عرضت العرض بتاعي في دار الأوبرا، كان ختام مهرجان التجريبي في 2016، والعرض لقى نجاح ولقى تشجيع كبير قوي من كذا حد ومن الناس اللي كنت لما بتكلم معاها قبل ما اعمل العرض اني عايز اعمل رقص بلدي، كان يقولوا لي رقص بلدي يا شيرين ده لوكال قوي، بلاش المستوى ده. وانا كنت بتضايق قوي من كلمه المستوى ده، ماله الرقص البلدي يا جماعه، انتوا ليه مش شايفينه زي ما انا شايفاه، ده حاجه شيك قوي. كلمه عالمه في القاموس بتاعنا يعني العالمة ببواطن الأمور، والرقاصة زمان كانت بتتسمى عالمة لأنه الرقاصة دايما عندها أصدقاء من علية القوم بيتكلموا قدامها في كل حاجة وهي حافظة لكل الأسرار، فكان ينفع يبقى فيه
اجتماعات في السياسة وفي علماء الاقتصاد أو رجال الأعمال الكبار في حضور مساحة فيها عند العلمة في المكان اللي بتشتغل فيه، وهي بتبقى سمع كل الأسرار اللي بتحصل قدامها وهي عارفة كل الحاجات دي. الاسم حسسني كمان بشكل ما، يعني لما تجمعيه عوالم هي ينفع تبقى worlds، يعني جمع كلمة عالم. بما اني طول الوقت حاسة ان انا فعلا قاعدة في حتة لوحدي لما بتكلم عن الرقص الشرقي حتى مع الفنانين، فجي من هنا كلمة عوالم خفية، او كنت هسميه الاول عوالم موازية، لانه انا حاسة ان انا بتكلم في حاجة مش متشافة، فخليناها خفية علشان كمان في الاوديشن لما البنات بدأوا ينضموا للفرقة طلبوا مني واحنا هنرقص فين؟ قلت لهم هنرقص في كل المساحات اللي تستوعبنا. قالوا لي يعني الناس هتشوفنا؟ قلت لهم طبعا هتشوفكم، ما انت هترقصوا في الخفا يعني. فقالوا لي طب هو ينفع ما نبقاش باينين قوي علشان احنا عايزين نرقص بس خايفين من اهالينا؟ فوبعدين كلمة احنا خايفين وعايزين نرقص وبشكل مستتر خلاني سميت الفرقة عوالم خفية. هل البنت اللي جاية عندها استعداد ان احنا نعلمها؟ يعني انا مش محتاجة ناس هاي ليفل بروفيشنال دانسرز، لا انا محتاجة حد عنده توافق عضلي عصبي اقدر ابني عليه في كام شهر، لان احنا مش بنرقص رقص عادي، واحنا عندنا تابو في المجتمع بتاعنا كده بيقول ان اللي احنا نعمله ده عيب. فانا كمان اخترت بنات عندها استعداد انها لو اتعرضت لحروب او مشاكل تبقى قوية كفاية. قعدت افكر كتير قبل ما بعمل الصفحة واحط الفيديوهات بتاعتنا، وقلت هنلبس ايه. طبعا الزي الرسمي للرقص الشرقي هي بدلة الرقص، وبدلة الرقص المجتمع مش بيتعامل معاها بخفة ابدا، وانا محتاجة get accepted، فانا عايزة اتحب، فرقة البنات كل الناس. فانا مش ضد فكرة البدلة، بس انا كمان عايزة احط الرقص الشرقي في حتة مقبولة اجتماعيا، يعني ينفع حد يبقى حبيبته معانا في الفرقة او اب بنته معانا في الفرقة. وبعدين جيت مع عوالم خفية، الصراحة في الكواليس بتاعتنا احنا عندنا مشاكل كتير جوه كواليس الفرقة، طبعا اضطهاد من الدوائر القريبة واضطهاد من المجتمع نفسه، وناس يعني بقى في مساحات للزق، يعني مش عايزة اقولك، يعني لدرجة ان في اماكن احنا مثلا رحنا صورنا فيها اتمنعنا من دخولها تاني لمجرد ان المكان نزل على السوشيال ميديا. بصي انا ما اعرفش خالص احنا ممكن كمان كام سنة، ما اعرفش حتى نهاية السنة اللي احنا فيها دي هنبقى عاملين ازاي. والان الى تونس، حيث اختتمت اليوم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان سيكا جاز، والتي انطلقت في 15 مارس تحت شعار العودة إلى الحياة. المهرجان شهد 5 عروض قدمها فنانون ينتمون إلى عوالم الإلكترو والجاز والفانك والسول، من بينهم غيوم بيري عازف الساكسوفون الفرنسي، وعازف الترومبات الأمريكي بوني فيلدز، وتيو كروكر أحد الأسماء الواعدة في الجاز الأمريكي. في بيروت عرضت مؤخرا مسرحية بعنوان تعارفوا للمخرج يحيى جابر، والتي تناولت في طابع كوميدي ساخر قضية الفتنة الطائفية. جابر قدم هذه الفكرة من خلال ارتجال مسرحي جمع شباب وفتيات لم يسبق لهم التمثيل من قبل من خلفيات طائفية متنوعة، يتحاورون مع بعضهم البعض في محاولة للتأكيد على أن هذه الهويات الطائفية على اختلافها لن تكون كافية للتعريف بصاحبها. وامسحوا وجوهكم. عنيحك بفهمك. اسئلي سخيفي ما عنا، انتو من عندن ولا من عنا؟ انتو من عندن ولا من عنا؟
وانا اسمي احمد علهاوي ساكن ببيروت نفوسي بجنون. والختام دائما بالموسيقى، وضيف هذه الحلقة المغني وعازف العود العراقي ناطق عويز، الذي أصدر أول ألبوم له منبراني عام 2021. في منبراني 7 أغنيات، وهي أتيه، الجنوب، عدن، المنافي، والتي استمد عويز موضوعاتها من دول عربية عاش فيها، من بينها العراق واليمن، وما شهدته من اضطرابات. على هامش آخر حفلاته بمسرح روابط القاهرة، كشف عويز لمنمنمات عن كواليس هذا الألبوم والأسماء التي تعاون معها، على رأسهم الموسيقي موريس لوقا والشاعر سعد يوسف. فلنتابع. هي من براني جاية من الباري بالحقيقة، اللي هي أحد أسماء الله الحسنى. فهي من براني معناها من خلقني أو من كونني. والألبوم بالتأكيد في العصب الروحاني ده. القاهرة فتحت الشهية للموسيقى وعادت الانسبيريشن الإلهام للموسيقى، وفجأة لقيت نفسي إنه المزيكا بتخرج بشكل طبيعي وبشكل انسيابي وبشكل تلقائي. الثقافة اليمنية ثقافة يعني بالنسبة لي هي أكثر الثقافات اللي أثرت بي يعني. وده في كل مجالات يعني، في الأكل وفي الشرب وفي الملابس بتاعتهم. بس طبعاً الموسيقى اليمنية تبقى موسيقى متميزة للغاية. وأنا بالنسبة لي يعني لما نتكلم عن الإيقاعات اليمنية اللي هي استخدمناها بشكل واسع أو يعني كان مستوحى من الإيقاعات اليمنية. أنا بالنسبة لي الإيقاعات اليمنية هي من أجمل وأصعب وأهم الإيقاعات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط يعني. دائماً أتأسف إنه الإيقاعات اليمنية والموسيقى اليمنية بشكل عام ما خرجتش برا الجزيرة العربية بشكل واسع يعني. هي خرجت بس، ويمكن خرجت أيام زمان يعني، أيام أبو بكر سالم بالفقيه وغيره. أنا وسعد يوسف عشنا في اليمن بنفس الفترة، وكنا نلتقي تقريبا في الويك إندز، كل ويك إند نلتقي. الموضوع ده طويل جدا، وده متعلق بمندولين، آلة مندولين أنا مرة هديتها في عيد ميلاده، هديتها لسعد يوسف. وبعد فترة سعد يوسف كتب أغنية عن، أو كتب قصيدة عن المندولين ده، والقصيدة اسمها المندولين، هو ده عنوان القصيدة. وفي القصيدة هو يتكلم عن المندولين ويتكلم عني، عن الشخص اللي أهدى المندولين. القصيدة هي مقسمة إلى يعني جزئين بيتناوبوا مع بعض، اللي يعني هو يتكلم عن المندولين بس بعدين يرجع لعدن. كنت في عدن، قد كنت في عدن، كنت خلقت أرواحنا بدنيا اليمن. في حالة معينة في الشرق الأوسط اللي احنا ما فيش استقرار يعني، بقالنا فترة طويلة جدا يعني. والحالة دي تأثر علينا كلنا يعني، احنا في بالتأكيد كلنا متأثرين باللي يحصل على كل المستويات يعني. الألبوم بدون شك يتمحور على الأحداث ديت، رغم إنه هو ما يتكلمش عنها بشكل مباشر. صرت لا أخشى ظلمهن ظلمات، وما جرحت أظلم. مصر فيها حركة موسيقية مستقلة عفية جدا جدا، وحركة موسيقية مبهرة وفعلا ملهمة يعني.
وصلنا لختام حلقة اليوم من منمنمات. إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.